السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله أخواتي غادي نحضر واحد الخبز رائع جدا كيمشي هكا في المناسبات. تبعوا معايا المقادير وطريقة تحضيره. بالنسبة لهذا الخبز غادي ندوزو للمرحلة الأولى. غنحتاجو جوج كيسان ديال السميدة الرقيقة دائما العبار بكأس العنبة. اللي ما عندوش العبار بغا يدير ميزانتي ديال 200 غرام ديال السميدة الرقيقة، غنديرو معاه معلقة ديال الخميرة ديال الخبز، معلقة ديال العسل، وغادي نديرو معلقة ديال الحليب المجفف. غادي نضيفو عليهم 4 الكيسان ديال الماء اللي تيكون دافي. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الحليب المجفف ممكن يعوضوه، بدل ما يديروا مثلا 4 كيسان ديال الماء تيديروا كاس تاع الحليب ومعاه 3 كيسان ديال الماء. كنخلطو مزيان وكنخليو هذا الخليط، يعني البنات ممكن تخلطوه في الخلاط الكهربائي ولا الكاسات، كطحنوا العصير وتخليوه يخمر مده 10 دقائق. دابا كتعرفوا الحال سخون دغيا هذا الخبز تيخمر. كنخليو الخليط يرتاح مده 10 دقائق، من بعد كنضيفو ليه القياس ديال الملح اللي غادي نملح لينا، تقريبا معلقه متوسطه وخماره ديال الحلوه صافي. وغادي نبداو نضيفو، قبل ما غادي نضيفو الدقيق الابيض غادي نضيفو 2 معالق ديال الزنجنان اللي تيكون مقلي، يعني مقلي يعني محمر، باش يعطينا واحد الطيبه زوينه في هذا الخبز. غادي نبداو نضيفو الدقيق الابيض بالتدريج. العجين خاص يكون شويه مرخوف، ما تقصحوش ليه عجينته البنات باش يجيكم مرطب ويجيكم يعني كيف ما بغيتوه من الداخل، ما تقصحوش ليه عجينته. كنبداو نضيفو الخليط، يعني كنضيفو الدقيق الخليط بالتدريج شويه بشويه. هذا الخبز هذا ما غاديش يحتاج اننا ندلكوه بزاف، لان العمليه يعني اللي درنا ليه في الاول ما يحتاج انه يدلك، لكن هنايا ضروري ما تضيفوا ليه واحد 2 معالق ديال الزبده اللي تيكونوا بحراره المطبخ، كتدخلوهم في هذاك العجين. هادو خبيزات ماشي خبز ديال كل نهار، خبيزات بعض المرات كيكونوا عندنا ضيافات نبغوا هكا، خصوصا في هاد الايام المباركه يعني نبغوا نحطوا الخبيزات هكا بشحال مختلفه، خبيزات ديال المخبزات اللي تيكونوا يعني رطبين تنبغوا نحطوهم مع اطباق ديال اما الشواء اما هكا اللحم، اطباق ديال اللحم اللي تيكون اما محمر او لا بالبرقوق او لا المشوي او اي حاجه، يعني تيجيو زوينين مقارنه مع الخبز اليومي ديالنا اللي تنديرو بالقمح ولا بالقمح الكامح. صافي، من بعد ما خلينا الخليط ديالنا العجينه ديالنا دخلنا فيها الدقيق وخليناها خمرات غير شويه، دابا الحال سخون يعني ما نخمروش الخبز بزاف غير شويه، لانه ملي تيخمر عاوتاني وتيفوت القياس ديال الخميره ملي كندخلو الفران كيطفص، لهذا ردوا البال الحال سخون نخمروا العجين ديالنا، يعني نعطيو 10 دقائق في كل مرحله. غادي ناخذ دابا السي دائما كدير عينيها ميزانها اولا كتعبر في الميزان على حساب شنو بغات، بغات مخبزات كبار كدير مخبزات كبار، وبغاتهم مخبزات صغار كديرهم القياس ديالهم تقريبا واحد ما بين 100 و 150. انا درت فيهم 150 غرام. صافي تنبدا كنلولب وغادي ننزلهم. قبل ما ننزلهم في اللاطه طبيعه الحال كنلولب وكنخليهم يرتاحوا، والاول كنغطيهم بواحد البلاستيك غذائي حتى كيتراجعوا واحد 5 دقائق تقريبا، وتنبدا تنقرص. هنا ما غاديش نقرص الا كنتو بغيتوهم البنات كيف غادي تشوفوا، لان حنا درنا جوج هاد العجين هذا انايا تنخرج منه بزاف ديال الاشكال بكل صراحه، يعني مني تنبغيهم مفندين في السميده فانا كنفندهم في شويه ديال كندير زلافه حدايا ديال الماء كنبقى نغطس فيها الكويره وكنفندهم في السميده. ودائما تنقول السميده الا كانت تغليضه من الاحسن لانها تتعطي واحد المنظر زوين للخبز. انا ما عنديش درت غير السميده الرقيقه، غادي تشوفوها في اللطه الثانيه، لكن هنايا غادي نطلقوهم وغادي نوريكم كيف باش ممكن ندهنوهم، لان ممكن ندهنوهم حتى بالبيض. كيف غادي نديرو في هاد الخبز هذا؟ غادي ندهنوه بالبيض وغادي نديرو ليه شويه ديال الحبوب، الزنجلان، اي حبوب متوفره. هو هذا الخبز في الاساس ديالو البنات فرقا يعني في الاساس ديالو كيتعجن بالحليب المسوس ديال الحك، الا كنتو كتعقلوا عليه هذا الخبز كديروا الوالده ديالي، يعني هذا الخبز هذا كيتعجن بالحليب المسوس، الحليب اللي كنا تنديرو في المحمصة وكنا كنديرو به حتى الحسوه ديال الدشيشه، هو باش كيتعجن هذا الخبز كنديرو فيه تقريبا واحد الحك اللي كيهز 300 350 ملل، لكن انا عوضته بالحليب المجفف. هنا دهنتهم بشويه ديال بيضه كامله مخففه مع شويه ديال الماء كيف كتشوفوا معايا، دهنتهم بعد ما طيخ مر هذا كندهنوه،
دائما نخليو الخبز تاعنا حتى كيخمر عاد كندهنوه وكنزينوه ديك الساعات. يعني كديروا فيه دي موتيف هكا بالموس ولا بالمقص كيبقى لكم الاختيار. وتنديروا نرشوا شويه ديال الزنجلان، هذا ما تيمشيش فيه النافع وداكشي كيمشي فيه فقط الزنجلان، والزنجلان يكون مقلي باش هذاك الزنجلان كيعطي واحد الطيبه زوينه للخبز من يطيب. غادي نرش شويه ديال الزنجلان من الفوق واللاطه الاخرى، ما غاديش نفلحهم، غادي نخليهم هكاك صاينين، غادي نخليهم هكاك ما نفلحهم ما والو. وغادي ندير فوقهم شويه ديال زريعه القرعه ولا زريعه نوار الشمس، يعني مساله اختياريه. الطياب ديال الفران بما انهم فيهم الزبده، اي حاجه فيها الزبده وفيها الحليب كيكون الفران سخون، لكن ملي كندخلو كنقصو ضروري البنات، كنشعلو الفوق والتحت لكن كنقصو حتى 180 درجه باش هكا كياخذوا لنا واحد اللون اللي تيكون محمر من كل شيء. هادو البنات اللي قلت لكم انايا ما درتش لهم نهائيا لا بيض لا والو، خديت زلافه فيها الماء. هذه عجينه اخرى باش تقولوا البنات هذا القياس كله خرج لك هذه الكميه، لا هذه عجينه اخرى، يعني نهار اخر حضرتهم بهذه الكيفيه هذه، لكن فنت لهم وجههم في السميده الرقيقه. كناخذ زلافه ديال الماء كندوز شويه ديال الماء وكندوز في السميده صافي، تنقرص وتنرش بالماء منين بغي ندخل الفران، يعني باش يجي اللون ديالهم محمر. هادو هذا الطياب ديالهم من بعد ما طابوا، شوفوا معايا البنات كيف كيجيو، كيجيو رائعين جدا من الداخل المفشفشين، يعني واحد الرطوبيه. واخا يبقاو حتى سيمانه هاد الخبز هذا، واخا يبقى حتى سيمانه غير في الثلاجه بلا فريكو بلا حتى شي حاجه، غير في الثلاجه تيبقاو رطبين ورائعين جدا. تقدموهم كيف ما قلت لكم هكا مع الاطباق ديال اللحوم ولا مع المشاوي ولا اللي بغيتو نتوما، حتى الكوتي هكا اللي مالا مع شويه ديال الزبده شويه ديال الكوفيتير اكيد غادي يجيو رائعين جدا. وغادي نوريكم حتى هذوك اللي مفندين في السميده. وكنعاود نذكر البنات الى لقيتو السميده الغليظه من الاحسن فندو فيها الخبز ديالكم، راه تعطي واحد المنظر غزال بزاف مقارنه مع السميده الرقيقه. هانتوما غادي تشوفوا دابا هذا اللي فندتو في السميده، خديت كيغدون نص شرطو والنص خديت فقط واحد الكيغدون ولا العود وتنقبسو تقبسهم قبل ما يخمروا، كنتقبهم صافي تندخلهم ولا ممكن كاع ما تقبوهمش وكندخلوهم الفران حتى هما كيطيبوا. دائما قلنا الحاجه اللي كتكون فيها الزبده والحليب كنخليو الخبز تاعنا ما تنطيبوش على واحد الحراره مجهده، عكس مثلا الباغيط او لا عكس الخبز اليومي تاعنا اللي كنعجنو بدقيق القمح الكامل، يعني اللي كنعجنو كل نهار كنطيبو على حراره اللي كتكون مرتفعه سواء فران ديال الغاز ولا فران ديال الضو. لكن ملي كيكون بحال هكا هاد الخبزات اللي كنسموهم وكنديروا لهم الزبده ونديروا لهم الزيت اولا نعجنهم بالحليب، هنا البنات ضروري الفران يكون سخون لكن كنطيبو على نار اللي كتكون متوسطه 180. الفران ديال الغاز نار متوسطه يصيبو من التحت، البنات اللي ما عندهمش فران ديال الضو يطيبو من التحت حتى كيبانو تحمروا، كنطلعوهم شويه الفوق يكملوا التحمار ديالهم ونخرجوهم. البنات اللي عندهم فران ديال الضو كيدخلوا اللاطه الاولى واحد 5 حتى 10 دقائق حتى كيتنفخ تنفخ لينا تنفخ الخبز، من بعد كنطلعوا اللاطه الاولى كنديروها تكون قريبه شويه الفوق، يعني تكون قريبه من النار الفوقانيه صافي، وتندخلوا اللاطه الثانيه، يعني كنخليو اللاطه الاولى كتحمر ومنها كطيب لينا اللاطه الثانيه وكطيب لنا الخبز ديالنا. كنتمنى العمليه تكون مفهومه وكنتمنى الخبز اخواتي يعجبكم. خليت لكم رحيل الحلقه من قبيله بحول الله.